بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وربي سبحانه وتعالى يقول، مش ذكرنا جميعا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال كذلك المولى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. أنا في هذا السياق على كل حال أحسست أن تصريحي أساء، على الأقل فيما فهم، لأني اعتبر تصريحي بودئ بكلمة كانت متوترة، فهذا الاقتطاف وهذا السياق خرجها عن السياق، وإن كان هي فيها جانب من الانفعال والتوتر. ولذلك أنا إذا فهم من كلامي ما يسيء لزميلي أو لأسرته أو الأخوة أعضاء المجلس أو أي كان، فأنا أقدم اعتذاري رسميا لأخينا للزميل وللجميع، وأدعو إن شاء الله أن نتجاوز، وربي إن شاء الله يألف بين قلوبنا، ونعبر مرة أخرى على احترامي لهذا المجلس وعلى المهام العظيمة اللي هو مكلف بها، وكل شيء يشوش على المهام هذا، المهام هذه نعتبره خطأ، ولذلك أنا أجدد الاعتذار وأدعو إلى التجاوز إن شاء الله. السلام عليكم.